ومتابعة لهذه التطورات معنا على الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشبان. دكتور، بداية، الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران جاءت إثر التصريحات العدوانية الإيرانية وتدخل السافر في شؤون المملكة. برأيكم، ما هو التحرك الذي تفرضه هذه الممارسات التي تنتهك كل المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد انه يعني المملكه العربيه السعوديه وهي تدعو السلطات الايرانيه الى المحافظه على البعثات الدبلوماسيه، هي تنطلق من المواثيق الدوليه التي يجب من خلالها على الدول ان تقوم بحمايه هذه البعثات. هذا بالاضافه الى انه ايران تتدخل بشكل سافر وتسمح للشعب الإيراني بأن يهاجم السفارة السعودية والبعثات الدبلوماسية السعودية بدون أن يكون هناك سبب مقنع بهذا الهجوم. ما صدر في المملكة العربية يعني العربية السعودية ربما هناك تحريض يعني من خلال التصريحات العدوانية للنظام الإيراني. بالتأكيد أن هذه أن ما يقف خلف هذا الهجوم هو تصريحات معادية للمملكة العربية السعودية، وما على إيران أن تفهمه في هذا الوقت، وأن الشعب السعودي هو شعب سعودي وليس شعب إيراني، ولذلك إيران هي تتدخل بشكل سافر وتضع يدها وتصريحاتها في شأن سعودي، ولذلك هي عليها أن تحفظ المواثيق الدولية فيما يخص البعثات الدبلوماسية، وعليها أن تراعي عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الجارة لها. نعم دكتور، يعني كيف تقرؤون هذه الهجمات والتهديدات الإيرانية؟ وهي الدولة هي آخر من يتحدث من المفروض عن الإرهاب، هي دولة مصنفة راعية للإرهاب، تشهد نسب إعدام مقلقة جدا ويومية حسب تقارير الأمم المتحدة، تؤكد أن السلطات الإيرانية تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، ثلاث بمعدل حوالي ثلاث إعدامات يوميا وبحجج قانونية واهية. اولا يجب ان على ايران ان تفهم ان السعوديه لم تعدم، انما هي تطبق شرع الله في حق مواطنين سعوديين كانوا خلف هجمات ارهابيه وقادوا عمليات ارهابيه. اما ما يخص ايران فانها فعلا ومنذ الثوره هناك اعدامات كبيره وهناك اعدامات بدون اي سبب، والتقارير الدوليه وكما ذكر التقرير الذي عرضتموه الان ان ايران تعدم الكثير من ابناء الشعب الايراني دون وجه حق ودون اي مبررات وقانون دولي يحمي او يبرر هذا القتل. فلذلك نجد ان ايران التي تصنف فعلا كراعيه للارهاب وهي تحاول فعلا من خلال هذه الحمله الاعلاميه ان تقول للعالم انها أن المملكة العربية السعودية هي تشبهها، والحقيقة أن هذا خطأ كبير جدا. نعم. المملكة العربية السعودية تقيم الشرع على مواطنين سعوديين وهي لا تفرق بذلك بين المذاهب سواء سني نعم. أو شيعي، إنما هي تقيم العدالة نعم. التي يسعى إليها كل فرد في نعم المجتمع دكتور السعودي، علي، بينما ربما إيران دكتور علي يعني ربما سؤال أخير، يعني الأطماع الإيرانية في المنطقة ليست وليدة اليوم لكنها تأخذ أشكال مختلفة حسب المتغيرات على الأرض، ما المطلوب لوضع حد لهذه التدخلات ومواجهة هذه الأطماع؟ أعتقد أنه إيران يجب أن تفهم الرسالة أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هي دول قادرة على أن تدافع عن نفسها، وعلى نعم. إيران أن تتوقف عن مثل هذه الأعمال، لأن مثل هذه الأعمال لن تكون في صالح المنطقة وسيكون لها آثار سلبية على إيران قبل أي دولة أخرى، وعلى إيران أن لا تلجأ إلى استخدام البعد الطائفي لأن هذا سيضرها أكثر مما يفيدها، ولذلك إيران تحاول أن تبرر فشلها في المنطقة وتبرر فشلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال الهجوم على دول الخليج وخاصة في المملكة وتصدير العربية السعودية مشاكلها يعني. والبحرين. نعم، من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشبان، شكرا جزيلا لك.